موضوع نفسي كتير مهم للأهل وللأولاد بالوقت ذاته، رح نعالجه اليوم مع المعالجة النفسية ريما دروبي، وهو كيفية إبعاد أولادنا عن الألعاب الإلكترونية. أهلا وسهلا فيك ريما، بونجور جورج. مثل العادة أنت هيك مستشارتنا النفسية بعالموعد. اليوم حاضرين هيك موضوع بيشغل بال الأهل كلهم. كتير عندي أهل كتير بيتصلوا فيي وبيقولوا لي صح بليز احكوا عن هالموضوع، مش عم نلاقي طريقة صح لنبعد ولادنا عن الألعاب الإلكترونية حتى بأوروبا. يعني عندي صديق برتغالي عم بيقول لي ابني أوبسيسد، ما مظبوط بيشيل الموبايل أو صح الكمبيوتر من قدامه، وكل الوقت لا بيدرس لا بيظهر لا بيلعب مع أولاد، بيقعد بيقول صح لي أنا وصغير كنت أظهر ألعب أعرق، يعني أمي تضربني لأرجع على البيت، هلا بنعيط عليهم لا يظهروا يلعبوا ما بيطلعوا. صح قد ايه هالشيء منه سليم؟ شو مخاطره وشو النصائح اللي رح تعطيهم اياها اليوم؟ اوكي جورج، اول شيء انا حطيت لهم مثل العاده تبسات نقاط. صغار نقاط على السريع لانه وقتنا ضيق، نعم فهن 10 نقاط. بس اللي بدي اقوله قبل ما بلش انه 10 نقطه اللي انا قصد خليتها للاخر، يعني مثل هي اساسيه بس انا خليتها للاخر، وهلا بالاخر بشوفوا ليه هالقد مهمه. اوكي رح بلش تفضلي. كيف نبعد اولادنا عن الالعاب الالكترونيه. اول نقطه بدنا نحدد الوقت من صغر العمر عندهم، يعني من هن وصغار بدنا نحدد لهم الوقت، وبدنا نقول لهم انه عندك هيدا الوقت من هون لهون مش اكثر، وبدنا نكون كثير صارمين بتحديد الوقت، يعني ما بدنا نسامح او اذا نحن مشغولين نقول يلا خليكم بعد شوي، لا، لانه هيدا الشيء بيربى مش براسهم مع انه الوقت. نشيلهم عن ظهرنا يلا روحوا العبوا، انا هيدي بعمل اياها شيء بريح راسي صح، منهم، بدنا هذا غلط. نحدد لهم الوقت، كتير مهم. اثنين، تاني نقطة، إذا كبار بالعمر عادة في كتير بنشوفها عند الأهل، مراهقين قصدي إيه او أو اهل، لا لا إنه قصدي إذا كبار يعني إنه من 10 11 12 20، مراهقين. أوكي فينا نقول مراهقين. أهم شيء في كتير بشوف عند الأهل شو بيعملوا، بيصيروا تيبعدون، بحسوا ببلشوا هون الاهل يحسوا في ادمان، فتيبعدون عن هالادمان شو بيعملوا؟ بصيروا يجيبوا لهم العاب تانية. هون اللي بدي اقول لهم مش هيك، لان نحن عم نبدل شيء بشيء، بعده الولد عم يهرب، فنحن اللي بدنا نعمله نلهيهم معنا بمشاريع نحن وياهم نعملها. ليه؟ لانه الولد لما بيهرب بهالالعاب هو عم بفتش علينا، مشان هيك بدنا نحن نعلمه كيف شوي شوي يرجع لإلنا، يرجع يعيش بعالمنا معنا. اوكي حلو كثير عم تقوليه. تالت، بعد في بعد في بقصد انه اها على هال ايه على على هاي هالنقط. النقطة. اوكي تالت نقطة كتير مهمة، نحن اهلهم مش هن اهلنا، حلو يعني كلامنا بده يكون كتير صارم، ان كان بأول نقطة بتحديد الوقت أو بأي شيء، الولد بده يحس إنه في قانون بالبيت، وخاصة البي اللي هو دايما أنا بركز على دوره بالقانون والسلطة، كتير مهم ما يترك وجوده هالمسؤولية بس على الأم أبدا، المشاركة صح، نعم مشان هيك بقول البي نعم ومش وكتير غلط إنه الأم مثلا توافق بالوقت اللي بي عارض تكسب صح له كلمته، صح مش مزبوط أبدا. ابدا. بس انا ليه دايما بشدد على دور البي؟ لانه البي بيترك هالمهمه للام، نعم مشان هيك دايما بشدد على دور البي. رابع نقطة، ما بدنا نتأثر بردات فعلهم، يعني منشوف انه الاهل اذا الولد بكي او يا حرام راح ينام عم يبكي، غفي هو وعم يشهق، واذا بكي ما بيصير له شيء الولد، إذا بكي الولد بيستفزنا ببكويته، يعني بيصير يعمل قصد تيستفزنا تيشوف مدى إصرارنا على موقفنا. مخادع. مظبوط. بخادع أوقات. صح أكيد أكيد، لأنه الولد ذكي، نعم. منه مش مثل ما الأهل بيشوفوا، فما نوقع ما نتأثر بردات فعلهم، أو إذا كبار بالعمر بيصيروا يقفقفوا على أهلهم، الأهل بتحسهم بينشدوا هيك إنه اف 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 علينا، لا خلص، لا
نحن أهلهم مش هن أهلنا، ما بدنا نتأثر بردات طب إذا فعلهم. الولد مش بس مخادع يعني متمرد، يعني بيقف بوجهك وبيصرخ وبعيط وبتحتد القصة وما بده يوقف، وفي أهالي هون بياخدوا لأنه موقف وبيكسروا الكمبيوتر أو بيشلوا الموبايل من إيده لما وبيكبوا. الأهل بيوصلوا لكسر الكمبيوتر، ولما الولد بيوصل إنه يوقف بوجه أهله، معناتها من الأول النظام كله كان غلط فاشل غلط، 100%. لأنه ما كان في بي دايما بركز عليه، وما كان في كمان وجود للأهل. هون بدي أقول للاثنين، ما كنت بس عم بذكر البي، بس دايما أنا بحب أذكر البي لأنه شوي هو غايب، الصورة الجدية ايه، بالبيت وغايب، هيك بيترك للأم أكتر شيء. ما بيتكل عليها. فتوصل لهالمرحلة اكسر الكمبيوتر، يعني أنا قديه حامل بقلبي، قديه أنا معصب من هالولد وما عم تنحل أمور. نعم. مشان هيك اوكي صرت بخامس نقطة، نبعد عن لغة الوعظ. اوكي، لانه هالالعاب بنصير مثلا نقول له هالالعاب مش منيحه، هالالعاب عم تاذيك، هالالعاب مضره. الولد بيعمل دايما، بصير يقول انه ليه عم بيقولوا هيك، انا بدي ارجع فوت وشوف. ما نحن لا، بدنا انه نفوت لعالمه، يعني بنقول له كثير حلوه هاللعبه، عرفني عليها، فرجيني اياها، كيف بتشتغل، عن شو بتحكي، وقف حده شوي شوف شو عم يعمل. رده فعلي ما بدها تكون لا سلبية للآخر ولا إيجابية للآخر، بس ما بده يكون عندي وعظ. طيب أوكي؟ إذا ما وعظتي وجيتي معه وشفتي شو نوعية هاللعبة ما وقعدتي معه شوي وبعدين؟ إيه جورج، هيدي نقطة من بقية النقاط. تفضل. يعني لا، يعني في عرفت شو تسلسل قصدي؟ يعني إيه يعني لما أنا بعمل خمسة ما بكون عاملة نقطة رقم واحد اثنين وثلاثة. حضرتك مسلسل صح، الخطوات. يعني كل هول الخطوات بده يكونوا مع بعضهم. يعني انا ما فيني اجي بلش من رقم خمسة اقول لك انه ما توعظ، وقف حده وفوت معه لعالمه، وبعدين يلا قشطه اياه وقول له قوم. شجعته. ايه بكون شجعته ساعتها. لا، ما هو الولد ليه جورج بفوت على هالعالم؟ لانه بيكون صورة عكسية عن الاهل، هو هروب. هروب لضغط الاهل. ما بدي فوت بهالموضوع، احلى ما يفهموا الاهل الضغط شيء ثاني. ايه اوكي. رقم ستة. رقم ستة بدنا نطلب منه حتى نلهيه. يعني شفت كيف مثلا برقم خمسة بقول له انه كثير حلوه هاللعبه وفوتني على هالعالم، فرجيني شو بتشتغل. بيجي من وراها مثلا رقم ستة، اللي هو رقم ستة نطلب منه المساعده بشغل البيت. هيك بتكون عم نسحبه شوي شوي. يعني الام، لو صبي او بنت نفس المعامله، الام بليز تعوا ساعدوني عم حط الطاوله، تعوا ساعدوني بالغدا، تعوا ساعدوني باي شغله عم تشتغلها شو ما كانت. البي مثلا تعوا معي بدي روح غسل السياره. هيدا حتى منشيلهم شوي شوي من دون ما نفرجيهم لغه الوعظ يتحملوا فيها مسؤوليه. صح، ينبسطوا فيها لحتى ينسوا شوي. مزبوط. اللعب تنبعدهم شوي شوي. نعم. سبعة، ما بدنا نوقع بفخ انه نشغله باكتيفيتي. في كتير اهل رح روح حطه باكتيفيتي، رح روح اخده عند اصحابه يسبحوا. هيدول كلهم اوكي مش علاج، مش علاج. لا، لانه بدنا نشوف الولد على شو عم بفتش. الولد عم بفتش علينا. نعم. هيدي اللي قلت لي قبل نقطة بده يقعد مهمة. معنا نحكي معه، نتحاور. صح. نفتح موضوع. مشان هيك بدنا نخلق عزايم بين بعضنا نحن بالبيت، مش نشيل الولد ونحطه اكتيفيتي برا. لا، نخلق عزايم بين بعضنا نحن بالبيت، نقعده معنا، نفرجيه، نحسسه قد ايه وجودك مهم معنا ولغه الحوار. في ناس ما إلى جلد تحاور اولادها، بدنا نتحاور نحن وياه بهالعزيمه اللي خلقناها لحتى نرجع نضمه لإلنا. موضوع لوحده انه نتعلم نحن كأهل من بعد ما نكون كثير مضغوطين بشغلنا نرجع على البيت نكون عنا خلق نحكي مع اولادنا. مهم نعمل عنه بركي شي موضوع. اوكي. تامن نقطة، صح؟ تامن نقطة، بدنا نضل نعبر له قد ايه نحن بنحبه للولد، قد ايش نحن بنحبه بالكلام وبالاحتضان، مش بس بالحكي. نعم. ممكن يفكر انه انا بكرهه اذا عم بمنعه عن ادمان على لعبة أكيد. الكترونية. بفكر هو الولد عنده عالمه الخاص.
مشان هيك بيفكر انه كثير اشياء ما بدي حدد بس هيدي الشغله، بس الولد دائما بدي اعرف فوت لعالمه. انا حطيت هول النقاط تنفوت لعالمه شوي شوي من دون ما انه نكون لا عم نكسر ولا عم نرخي. نعم. اوكي، تاسع نقطه كثير مهمه، بدنا نخفف من دفع المصاري لإله، لأنه نحن منحب أولادنا بالعطاء بالغراض بالمصاري، منجيب له كل شيء هو رغباته، منصير نفكر إنه إذا هو عم يلعب على هالبلاي ستيشن خليني أشتري له غير غرض هو كان طالبه، أو رح أعطي أو طلب مني غرض دغري أنا بنفذ له وبشتري له غرض تاني. نعم. أوكي، بالمقابل مش هيك، أنا بدي أعلم ابني يحلم. الولد بيلتجئ لهالألعاب الإلكترونية لأنه ما عنده حلم، لانه كل شيء مامن له، عايش فراغ. وانا بعرف انه لما الولد بيكون هالقد مدمن لانه عن جد مثل ما قلت في فراغ. نعم. انا عم بدمن لعبي عالمي، انا قاعد ليل نهار على هالبلاي ستيشن او ما بعرف شو هن الالعاب اللي هلا نسيت اسمها بيقولوا لي عنها، الببجي هيها ببجي. ايه، لانه في عنده هالفراغ، مشان هيك انا بدي اعبي له عالمه. على فكره مأزية، لانه ثلاث ارباع العابها قتل. مظبوط، يعني بيلحقوا بعض، كل الالعاب هلا قتل وكذا ودم وقصص، ما بعرف قد ايه عم بيغذوا عقل او الخلفيه تبع ذكريات الولد، الميموريز تبعه عم بتكون شريره هالقد وفيها بغض وكره وقتل. مظبوط مظبوط، ما فينا نقول شيء غير انه ايه، لانه هيدا اللي عم بيصير للاسف ومش قادرين نحن نتحكم فيهم، فبدنا نعرف نتحكم بالولاد. على فكره من جمعتين التقيت بشخص خبرني انه ابن خيه انتحر عمره 14 سنه كمان من وراء لعبه اسمها مريم او شيء. لعبه مريم. نعم. صح، قالوا بتدعيهم لينتحروا. صح، والحوت الازرق علق حاله بال بشنق حاله. شنق حاله. نعم. مزبوط، في كثير منا للاسف. اوكي، عاشر نقطة يلي أنا خليتها قصد للآخر، اللي هي بعيدة عن اللي نحن عم نحكي، عن عنوان اللي نحن عم نحكي، رح تفاجئ الأهل، هي قد ايه نحن ما بنحب بعضنا كعيلة كأزواج. نعم. بالبيت قد ايه نحن الولد بيهرب أكتر لهيدا العالم. ليك قد ايه هالنقطة بعيدة عن الولد واللعبة اللي عم يلعب فيها، بس لك قديه وطأة بيأثر لما الولد بيشعر انه اهله ما في تصالح بيناتهم، في غياب للبي مش طبيعي او غياب للام مش طبيعي، او مشاكل بتصير قدامه، او المشاكل اللي بين الاهل. بدي اوضح شغلة، قدامه او مش قدامه. نعم. الاحساس اللي انا بحمله لزوجي والاحساس اللي زوجي بيحمله لإلي سلبا بيحس فيه وبيشعر فيه الولد. نعم. مشان هيك ما بيأثر قدامه، هلا اكيد بيأثر، مش ضروري تكون مواجهة. ايه، بس بيأثر قدي فعلا انا بحب شريكي وبحترمه او لا، بيأثر قد ايه علاقتنا فيها مصالحة، فيها حب، فيها احترام على الولد. ودايما نرجع، بدي ارجع انهي بنفس الشيء اللي كررته، الولد بيروح على هالألعاب هروب، عم بيهرب من عالم الواقع اللي هو فيه لما بيكون في ادمان. عم بحكي هو بيعرف انه عم بيهرب ولا لا؟ لا شعوريا. لا لا، هو لا شعوريا، بس عم بفتش على شيء يسلي، عم بفتش. مشان هيك نحن حطينا هول النقاط لحتى نقول للولد انه نعم، لحتى نسحب الولد شوي شوي من هالعالم اللي هو هرب عليه. فأنا كيف بدي أسحبه؟ بدي صلح الأخطاء اللي عملتها. مشان هيك بهالنقط إذا بتنتبه صلحنا الأخطاء شوي اللي خلت الولد يهرب. نعم. آخر شيء عندي نصيحة بس بحب أقولها دايما، ما في شيء بيصير سحر. نصيحتي لقلن، إذا ما فعلا قرروا يبلشوا بكل إرادة ما رح يقدروا يوصلوا. يعني إذا كل هول العشر نقط قلتن أنا عملتن وبلشت واحدة عملتها والتانية ما عملت، وما بقى بصير أنا ما بلاقي نتيجة، مستحيل. لأنه يا لما بدي صلح، بدي صلح من الجذور كل شيء، يا أما ما بوصل. ما في شيء اسمه سحر. نعم. الأهل دايما بينطروا خلطة سحرية، ما في شيء خلطة سحرية، خصوصا بالعلاج النفسي بده طولة بال وصبر. صح، مزبوط، بده وقت. نعم. بده وقت. نعم. أكيد. هون أنا بس بدي أرجع لطبيعة الولد. يعني في ولاد طيعين بطبيعتهم، في ولاد خجولين ما بيجاوبوا أهلهم، بس في ولاد متمردين. أي؟ ما
مع كل طبيعة كيف بدهم يتعاملوا الأهل؟ يعني لو هيك شوي بتفوتينا بجو، شوف وهل جورج، المتمرد اللي بيوقف في وجه أهله بالأخير صار لازم نعرضه على معالج نفسي؟ صار لازم نعرض حالنا. نعم، عرفت شو جاوبتك؟ حلو كتير، لازم نعرض حالنا على معالج نفسي. حلو وبدي اقول كتير، لك شغله كتير بشوفها بعياداتي، في كتير اهل واللي عم حبه هلا كتير، في كتير اهل بيجوا لعندي بيقولوا لي جايين تتقولي لنا كيف نعامل اولادنا. هذا كتير عم حب، المفروض. كتير عم حب، عن جد كتير عم حب. وفي كتير عم بيضلوا هن عندي ليتعالجوا، ما بيجيبوا اولادهم، وعم نلاقي نتائج رهيبه لانه الاهل عم ما يتغير. هذا بدي اسالك، في نتائج ولا في طبعا اولاد ما في لا لا معهم لا نتيجه؟ طبعا. يعني جورج بدي ارجع اقول لك مثلا هون في نقطه اللي قلتها انه نبعد عن لغه الوعظ. نعم، لما انا بوعظ الولد، طب ما هيدا الغلط مني انا، ما ذنب الولد. ايه بس انا كاهل لما انا بفكر انه الوعظ عم فسر له شو سلبيات هاللعبه، كتير هيك حلو، قصدي. كتير حلو سؤالك. في فرق بين انه فسر له وبين انه اوعظ. لما بفسر للولد اهم شغله كتير حلوه يعرفوها، بدي فوت لعالمه، يعني فرجيني هاللعبه عن شو بتحكي. اه لك حلوه، ايه ما بها شي، في هيك في هيك، اوكي. فتت لعالمه، من بعد ما فوت بشرح له، بقول له بس بدي فرجيك شغله، انتبه لها، هون في هيدا ليك كيف قتل، هيدا عم بيعلم القتل بكي هيدي بقولها. صارت معي انا وقت اللي شفت انه هالقد اسمع عن لعبة مريم وغيره ايه والحوت وما بعرف ايه شو، خفت بيناتنا على ابني، وكان حدا من اللي مدمنين على الالعاب الالكترونية من جملتهم اللي ذكرتيها مؤخرا واللي بتعتمد على القتل يعني بكل العابها تقريبا. وقلت له ليك صور الدم وكذا، وهيدا بعلم النفس بيعلق مظبوط بمخيلتك، وانت صح، بعدين بتصير حدا غضوب وبتتفاعل مع المشكلة ولقيت بسرعة نتيجة او وبدك لا. تضرب. ضحك علي قال لي ليك قد ايه اللي بلعب، ولا بعمل مشكل ولا بضرب حدا ولا بقتل حدا، هيدي لعبة الكبي، شو بيك كبر عقلك. طلعت انا الغشيم هو اللي بيفهم. لا بس شكله، لانه شوفي عنا عدة شخصيات، نعم، يمكن عمل هيدي ردة الفعل لانه هو مش متأثر فيها. مش متأثر فيها اكيد لانه عندي حاليا بس ما خلفيات. بعرف بعدين القصص النفسية بتصير مع الوقت بعدين يعني تظهر او بتبين، مش ايه ضروري بس بوقتها. من ردة فعله بفهم بمطرح انه لا ما كتير متاخد فيها، يعني من حسب في يكون اللي اعطيتني مدمن اياه. عليها ليل نهار وما لا يتاخد فيها، بيقدر لا لا يفصل؟ لا لا، مجرد ما انه في ادمان يعني في شيء لا، في غلط. ادمان، انا عم ايه بحكي بوضع ادمان. لا، مجرد ما يكون في ادمان يعني في شيء غلط، في نعم، شيء كتير غلط. هلا وقفها لحال مع بعد كل الوعظات وكل المشاكل وهدد وبدي شيل الكمبيوتر، بس ما شيله. هون كمان اللي حكيتي عنه هون انه اذا بدي احكي وقفها كلمه لانه يكون قدك. ثاقبت انه المرحله اللي عم يقطع فيها هو كان بحاجه ليفوت بعالم تاني، فات وكان بهالوقت مرحله عم يقطع فيها ليعبي حشريته، حاجاته. ما او ننسى او انه ايه الولد تعادي من عنده ورا الرفقه، يعني انتبهي، مش ده انا عم كمان من بحكيكي ورا اشياء رفقه. صايره ايه معي، يعني ايه يعني علموا عليها خيو وعمه لعبوا قدامه مظبوط، وحشريه، فات شاركوني معكم، حتى عملوا يفوت له يشوف، اشتراك، فات تيفوت وعلق. يشوف ما وعلي. كان عنده نقص، انا حدا مثلا ما بتزبط علي انه غايب عن البيت ولا امه، لانه انا ليل نهار زهقوا مني، يعني انا بخلي الشغله بروح بقعد بالبيت، حدا كتير بيتوتي، عرفتي؟ يعني عم بعطي امثله حقيقيه لقلك انه في أنمطة، في اكيد، في ما أنواع لانه من كل ولد هالحالات. حسب هو وين حاجته. نعم، في ولاد بتفوت بتلعب عادي وبتطلع، انتبه إيه ما لحاله بتكون. بعد كم سنة غير، يعني لقى قعدة الرفقة مع بعض شخصيا. بالأول كانوا يقعدوا مع بعض لحتى يشتموا بعض من ورا الكمبيوتر، لقى إنه هلأ القعدة مع بعض أوقات يلعبوا ورق أوقات شي حيلا يتسلوا، شيء تاني، المهم هلأ انه لقى هيدا غير، احتياج آخر لذيذ لإله. المهم انه غير، يعني غير هو إيه؟ غير غير. لوحده. لا يعني ايه أنا ما بعرف ايه إذا نفع شوي النصايح ولا ما نفعي. لا بدي اقول لك شيء، بيكونوا عم ياخذوا من الاهل. لما انت يمكن حتى اوقات كتير يمكن ما نصحت بتلاقي الولد تغير، لانه
نحن كيف قلت انه بالازواج الولد بيلقط، الولد بيلقط كمان من روح اهله، اذا في حب بيلقط هالشيء، اذا في تعاون، اذا في تصالح، اذا في مصالحه مع الذات، الولد بيلقطهم. مشان هيك في كثير اولاد بنلاقيها بتفوت بتلعب وبتظهر عادي، ما بتأدمن. وفي اولاد بتأدمن لفتره بعدين بتلاقيها نقلت لشيء ثاني، وكمان بيروحوا على الاخر وبيوصلوا للانتحار. صح؟ مثل ما شفنا. مزبوط. وفي او بيصيروا رايحين نحو العنف، التعنيف والاجرام طبعا. وفي منهم من الاول بيقولوا لك انه لا ما عنيت لي. يعني فات شايفه ودخل. كل حاله لحالتها بتلزم علاج اكيد. لا اكيد كل شخصيه أكيد. مختلفه عن أكيد. الاخرى اكيد طبعا اكيد اكيد. اخر نصيحه للاهل، معك دقيقتين، شو بتحبي تقولي لهم قبل ما نختم هالفقره؟ بدي اقول لهم للاهل اول شيء، قلت شيء كثير مهم انت جورج، انه ما في شيء، يعني الاهل بحبوا دائما دائما بحبوا انه رش لهم هيك بهارات سحر، ما في شيء اسمه سحر، وما في شيء اسمه في اهل بيقولوا اه طب لا انا ابني مبين بيعمل هيك كيف بدي اتصرف معه هيك، ما في. طب طالما انت من الاول معرقل القصه براسك، انا كأم طالما من الاول شايفه انه القصه صعبه ما راح اقدر، او طالما انا كبي كمان شايف القصه من الاول انه اف شو يعني اوقف حده وقل له انه فرجيني هاللعبه، ما انا اصلا متغاظ من اللعبه، ما راح اقدر. يا اما بدي فعلا اكون سلس واعرف انزل لهالولد اللي اعرف انه انا بدوري كنت مثله ولد، يمكن على ايام البي والام ما كان في هيدا الالعاب تيأدمن، انما اذا بنطلع بنلاقي في كثير اهل ادمنوا على غير شيء. طبعا كل حدا منا بعمر ما ادمن على شيء معين. فمشان هيك بدي اعرف انه ما في شيء بيصير بسرعه وما في شيء بيصير سحر، واذا ما عملت كل الارشادات تبعتها ما بقدر بوصل لنتيجه. هالمره شكله انت ما عنيتي مع اولادك بالالعاب الالكترونيه. انا عانيت لفتره، خبرتك اسراري، هلا حلقه الجاي انت بتخبرينا شو عنيتي مع اولادك. هذه حلقتنا لليوم. ميرسي كثير ريما دروبي، معالجه نفسيه، على كل النصايح اللي دائما بتعطينا اياهم. فيكم كل هالفقرات ترجعوا تشوفون المساء على مريم تي في، طبعا الساعة 6:30 و1:30 بعد نص ليل مرة ثالثة، وأيضا كل هالفقرات اللي بتحبوا تختاروا منها وترجعوا تشوفوها على اليوتيوب، بس مجرد تفوتوا على موقعنا مريم تي في لبنان. بالتنين للجمعة نحن وياكم مرافقين مع كل الزملاء، فما تتركونا، الله معكم.